تهنئة رئاسية بعيد الفطر مصحوبة بتحذير من استمرار الجمود السياسي وجهها الرئيس العراقي برهم صالح. صالح وفي تغريدة قال إن الانسداد السياسي غير مقبول خاصة وسط التحديات الأمنية والاقتصادية، وأضاف أن العراقيين ينتظرون بنفاد صبر تشكيل حكومة جديدة تكون معبرة عن تطلعاتهم بلا تأخير ولا تعطيل. تحذير صالح جاء مع قرب انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة بعد إخفاق التحالف الثلاثي الذي يقوده في تشكيلها. ولم تتمكن قوى الإطار التنسيقي التي تضم الأحزاب والقوى الشيعية القريبة من فصائل الحشد الشعبي من عقد تحالفات تسمح لها بتشكيل أغلبية الثلثين في البرلمان اللازمة لاختيار رئيس الجمهورية، وهي الخطوة الأولى في مسار تشكيل الحكومة، لأن الرئيس هو من يكلف الشخصية التي تتولى تشكيل الحكومة. استمرار الجمود يطرح سيناريوهات عدة حول الخطوات السياسية المقبلة في العراق. أول وأقرب هذه السيناريوهات هو أن يقرر التيار الصدري أن يكون في موقع المعارضة، ويفتح ذلك الباب لشريكيه في التحالف حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني للتفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل أغلبية برلمانية كافية لاختيار رئيس الجمهورية. لكن حتى في حال حدوث ذلك والتمكن من تشكيل حكومة عبر هذا المسار، فإن هذه الحكومة تبقى مهددة بالسقوط في غضون أشهر حال قرار التيار الصدري التحرك ضدها في الشارع. وفي حال فشل تحالف الصدر أو الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة، لن يتبقى سوى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة للخروج من حالة الجمود المستمرة منذ أكتوبر الماضي.